يرفع كرة طويلة مخطئة من قيس العمدوني لامين نداو، خطيرة للملعب التونسي، واجه ليواجه والهدف الأول، والهدف الأول للملعب التونسي عن طريق حمي. يقول ركنية، تتنفذ الركنية والرأسية، مزلت الكرة للسيابي عن طريق لوريمبي الحسن كانتي، سدد كرة، جول 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 جول. هيثم الجويني يا مقيس العمدوني، هيثم الجويني يتقدم، هيثم الجويني ينفذ، هيثم الجويني ويسجل جول ثاني للملعب التونسي في 6. وسام يحيى، ولو ان هذه بعض الاخطاء اللي تنجم تصير في مباريات، حتى هو الهدف الاول للنادي الافريقي. شوفوا توزيعه وسام يحيى، ضربه راسيه ثم المدافع وسيم السيود هو اللي غلط، حارس مرميه راسه من السيود امام ضربه راسيه طبعا الهدف. الشايب حسين للشايب، باش يعمل الشايب، يمهد لها كرة إلى رجيلي أريتريا، تصويب أشرف الحباسي، أشرف الحباسي يعطي شرط للتنفيذ، الحباسي أشرف الحباسي جول. باستوري، حازم باستوري يخوض الهجوم، لازم ما تلوي مثلا الكرة ولا حسن، محاولة المرور يعدي بن حسن، يوزع بن حسن أرضية خطيرة جدا، هذه الكرة كمرجية جول. الحبيب يرجع لي وسيا خليل الجنيشي، بسام الاتريكي، بسام عمر بليل يطلب الكرة، برنار الراسية والهدف، الراسية والهدف، برنار باباكار الكرة على الجهة اليسرى، لمسة كنترول عرضية بالراس من الزدام في الأولى، الثانية يصوب والجول. الانتصار الخامس فلمن ستكون؟ ثلاثة نقاط لهنا في الاتحاد ستاديوم، بالراس يصوب 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 والجول. دفاع ترجي او يكون جول تعادل، لننتظر باي طريقة ستنفذ التصويبة والجول. حط الكورة في الشباك يولد وفات ادم بوليلا، الكونتر اتاك واللمسة الى محمود ديالو، فيها الخطورة فيها الشوز التصويبة.